الشروق كان لنا حديث عن الرضاعة الطبيعية ودورها في تنمية المهارات العقلية والجسدية للطفل. الآن نصل بكم إلى فقرة البيئة مع الأستاذ محمد جراندي، أستاذ في المدرسة العليا للبيئة والمحيط. صباح الخير ومرحبا بك معنا. صباح الخير فريال، صباح الخير المشاهدين الكرام. أولا تسمحوا لي برك نقدم تعازي يعني باسمي الخاص لعائلات الضحايا اللي توفوا، ربي يرحمهم ويوسع عليهم. ربي يرحمهم ويوسع عليهم، شيء مؤسف اننا يعني نمضوا كل يوم على هكذا اخبار. يعني تأثرت انا بهذه الفاجعه، ونقدم لهم تعازي وان شاء الله ربي يجعل ان شاء الله يجعلهم من اهل الجنه. من ابناء بلوغين، يعني انا نسكن في المنطقه ونعرف المشاكل تاع الانزلاقات، ويعني انجراف التربه، يعني تاثرت بزاف تاع الضحايا تاع العائله في بلوغين تاع اول البارح، والعائله تاع رئيس الحميدو ليله اليوم. يعني ربي يرحمهم ويوسع عليهم. ربي يرحمهم ويصبر مالهم. اذا حديثنا اليوم استاذ عن الزميل الاخضر. ما هو هذا الزميل الاخضر استاذ محمد؟ شكرا فريال. يعني هذه الفكره هذه جات في اطار يعني الحفاظ على البيئه، وفي اطار تطوير الحس البيئي تاع عند الطفل. احنا يعني الطفل لازم نعطولو الادوات ولا الاليات باش يطور هذه النفسيه هذه. من بينها يعني جات فكره الزميل الاخضر. الزميل الاخضر شكون هو؟ هو عشبه ولا نبته ولا كما حنا نقولوا بالعاميه محبس فيه عشبه، نقدموه ولا نعطوه للطفل الصغير من الابتدائي، يعني من التحضيري حتى للسنه خمسه. علاش؟ خاطرش كاين دراسات يعني وراو باللي القسم اللي فيه نباتات يكون فيه يعني إطار إيجابي وإيجابي يعني للطفل الصغير. ما نباليش يعني نقدروا نشوفوا صور يعني تاع الإيجابيات تاع فوالا شوفوا انا نشوفوا يعني في الصور نبته، يعني اون بلانت كما نقولوا احنا بالعاميه هكذا المتعارف عند اون بلانت يعني الشعب الجزائري في القسم. يعني هاد النبته ولا هاد المحبس يعني نعطوه للطفل في القسم الابتدائي، تكون ربما عباره عن بذره يغرسها الطفل ومع ذلك يكبر يسقيها يتهلا فيها وينتقل بها يعني من قسم الى قسم، يعني من التحضيري سنه اولى سنه ثالثه ثم بالضبط ربما حتى يتحصل على شهاده بالضبط. هذه هي الفكره يعني الابتدائي. هذه هي الفكره، يعني الفكره بسيطه وبسيطه جدا. بالك ما نروحوش من البدره، علاش؟ باسكو الاطفال شويه مقلقين، يحطها في التربه ما تيقول لك لا لا وما خرجتش، ويروح للشيخ يقلقوا لا لا ما حبش تخرج، بالك البذره ما تكونش النوعيه تاعها مليحه. اون بريفير يعني نعطولو ديريكتومون اون بوتيت بلانت واجده صغيره، هو اللي راح ترافقوا طوال الطور الابتدائي، يعني ما من التحضيري يعني اطفال يعني اللي عندهم قابليه تاع الفهم يفهموا مليح، اي سون تري انتيليجون. دونك كل طفل نعطولو النبته تاعو اللي تكون صادقه يديها معاه للبيت، لا يخليها في القسم في العطله الصيفيه. استاذ معليش في العطله الصيفيه معليش، يعني عملتي مليح كي فكرتيني في هذه النقطه. في الصيف يقدر يديها معاه باسكو ما يقدرش يخليها في المسجد تنشف، سي تو طافي نورمال. بصح في القسم يعتني بها كل يوم، يشوفها راه كل زميله عنده زميل، يقدر زميل اللي يقعد معاه في الطاوله هذاك صاحبه عنده زميل اخضر. أكيد حتى يعني الكبار تصيبهم اللي يحبوا النباتات، تصيبهم يتحتوا مع النباتات تاعهم يتهلاو فيهم كل صباح يصبحوا عليهم يسقيهم. إذا ربما نغرسوا هذا الروح في الأطفال. يعني النبتة كائن حي، النبتة كائن حي ياكل يشرب الماء ويحتاج للشمس باش ينمو، كائن حي. طيب يعني سمحي لي برك على باش نكمل، يعني هاد الفكره تكون حافز للطفل وتكون عندها ايجابيات. يعني قلت لك كان دراسات
اللي وراو باللي كان ايجابيات يعني كثيره في تحسين المزاج تاع الاطفال، يعني مام لومبيونس يعني في القسم تكون امبيونس هادئه، تكون تنقص التوتر، تنقي لار، مام كي يكون نباتات في القسم الهواء يكون نقي، يعني ثاني اكسيد الكربون، مام الملوثات لا بلونت هذيك تابسوربيهم يعني تمتصهم ويكون الهواء نقي داخل القسم. طيب اذا هذه الفكره اقترحتوها على بعض المؤسسات التربويه ولا اقترحتوها على وزاره التربيه وكيف كان الرد؟ ما زال يعني هذه الفكره يعني رانا رايحين يعني نجسدوها، راح نبداو نديروها، واقترحناها على المستوى يعني الجمعوي، يعني في الحي اللي نقطن فيه هنايا اتصلت بجمعيه لايس دي اس ابناء بلوغين اللي الرئيس تاعها صديق محمد طاهر بوشات اللي استضفتيه في الحي، يعني وكان يعني وكان كانت استجابه يعني طيبه، يعني هو قال لي ما كاش مشكل، احنا نخدموا يعني في الاطار الجمعوي، والفكره هذه يعني هضرت معاه انا كيف وقال لي ما كاش مشكل، هما يعني الجمعيه اللي راحت يعني تجسد الفكره في الميدان، كيفاش يعني الاتصال راح يكون على مستوى البلديه بالمدارس يعني يكونوا الابتدائيات اللي كاين، يعني والمرحله الثانيه تكون عندنا اتصال بالاصحاب المشاتل يعني لي بيبينيير ولا مديريه، باش يوفروا لكم الماده الاوليه يعني المتمثله في النباتات. اكزاكتومون مديريه الغابات ويعني كاع المؤسسات اللي يقدروا يوفروا لنا النباتات باش ندوهم او نيفو دي زيكول. فوالا هذا يعني ابارتير دو ان شاء الله من الاسبوع الجاي نبداو في العمل، يعني باش الفكره تمشي وان شاء الله تتعمم. علاش ما تتعمش في يعني في المدارس على المستوى الجزائر العاصمه ولا الوطني، وحنا يعني مستعدين باش نتعاملوا مع وزاره التربيه، وعلى لا يعني احنا رانا اوني لا بوغ يعني باش نخدموا مع جميع أكيد الناس. اكيد خاصه اللي انه ربما حتى هذه المبادره راح يعني تقوي الحس التنافسي بين الاطفال، ربما تسيبهم يتنافسوا ما بيناتهم شكون عنده النبته الاجمل، شكون يعرف يسقي، شكون ربما حتى كي يخرجوا في عطله صيفيه بالك كاين اللي تعيش له هذيك النبته ويجيبها معاه في السنه الثانيه وكاين اللي تموت له. لا يعني هذه ثاني نقطه مهمه، يعني الطفل مع صاحبه، انا النبته تاعي شابه ديالك، انا هذه انا تهليت فيها، انا درت لها هذه، انا درت لها هذه، يعني روح المسؤوليه ايضا. اكزاكتومون روح سي لا ريسبونسابيليزاسيون، يعني روح المسؤوليه تاع الطفل تزيد، هو عنده صاحبه يتهلى فيه، يعني يقول لك غدوه انا البارح ما سقيتش، غدوه لازم نسقي، يقعد يخمم عليها، يهضر مع في البيئه تاعو الطفل. على بالكم باللي الطفل، يعني انا مانيش مختص في يعني في علم النفس تاع الاطفال، بصح يعني نخمم ولا جو بونس كو لونفون يقدر يعطينا دروس. انا جو بونس ان هذه سي اون كونفيكسيون، يعني الكبير يقدر يتعلم الصغير، كي يشوف يروح للدار يقول بابا ولا ليما بابا لا بلونت تاعي هذه درت لها هذه، والاستاذه هضرت لنا على لي بيان في تاع، يعني مام الاب تاعو الا ما كاش بالك ما يحبش لي بلونت ولا ما يحبش يهتم بهم، يولي مع وليده ولا مع بنته يدخل معاه في هذا. واكيد اذا الطفل حس بالمسؤوليه تجاه الزميل الاخضر اللي راح يرافقه اكيد راح يحس بالمسؤوليه تجاه البيئه اللي عايش فيها. يعطيك الصحه، هذه هي النقطه اللي حابين نوصلوا ليها، يعني لا فيناليتي. الطفل هذا كي يكبر مع من التحضيري ولا من السنه الاولى ويكبر مع لي بلونت، يكبر مع احنا اونتر كيمي نقولوا الحشيش داير به ولي بلونت داير بهم، كي يخرج للبيئه برا تقعد له هذيك، يولي حب كيسيب برا حشيش ولا يسيب ورد ولا،
يسي كيفاش ثاني يحافظ عليها يعني عليهم. الوعي تاعو يعطيك الصحه. هذا هو هذا هو هذا هو لوبجيكتيف فينا البيئة. هذا هو لوبجيكتيف يعني الهدف اللي رايحين حبينا نوصلوا عليه. يعني فكره بسيطه بالصح تقدر تكون عندها يعني اثار على المدى البعيد والقصير ايضا. اذا احنا نتمنوا انه هذا الفكره يعني تلقى صدى ايجابي لدى وزاره التربيه. وعلاش ما اقترحتوش ربما الفكره على مستوى بعض دور الحضانه او حتى المؤسسات التربويه الخاصه يعني كبدايه يعني احنا دوك ان شاء الله مع الجماعه تاع لاي اس دي اس مع الجمعيه ان شاء الله نبداو ومن بعد ديك نديرو حوصله نديرو ان بيلون ما راش ماشي نروحو نمدو دي بلونت للدراري وبقى على خير بالسلامه نتلاقاو كاش نهار لا لازم تكون متابعه. يعطيك الصحه نديرو متابعه بالك بعد 6 شهور ولا قبل الصيف نروحوا نشوفوا نروحوا للمسايد اللي هكذا ونشوفوا اسكو الدراري عجبهم الحال اسكو راهم يهتموا بلي بلونت تاعهم كما يلزم اسكو الاساتذه يعني راهم ما جاهمش مشاكل اسكو ما هبلوهمش الدراري يعني اون فافير ان بيلون ولا كاين حوايج لازم نسقموهم ولا الفكره يعني لقات يعني ترحاب نسيو ان شاء الله نقترحوها على 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 على, 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 على المدارس وبالك بالتنسيق مع الولاية فكرة رائعة جدا مع الولاية ولا يعني اكيد نبيل استاذ قلت لك الفكرة رائعة وهدفها نبيل يعني تخدم البيئة والطبيعة. اذا بعيد عن ذلك هل انت من محبي ومشجعي كرة القدم؟ بطبيعة الحال يعني مشجعين تاع كرة القدم ومشجعين تاع الفريق الوطني يعني. طيب وعلى المستوى العالمي من مشجعي ريال مدريد ولا برشلونة؟ برشلونة والله غير يعني سؤال. انا كنت ماشي كنت نحب ريال مدريد خاطرش كان يلعب فيه زيدان يعني هي كنت جزائري الاصل يعني والستيل دو فوتبول تاعو يعني يعجبني بزاف. سي ان غون مسيو يعني انسان عنده شخصيه وعنده كاريزما يعني ما شاء الله يعني سي بور سا كنت نشجع انديريكتومون كنت نشجع الريال مدريد اكيد. واكيد استاذ انه حبك لريال مدريد راح يزيد يكبر لانه ريال مدريد فريق مشجع للبيئه والدليل انه تم يعني بناء ملعب بمعايير دوليه يعني راح يكون قطب تجاري وقطب رياضي وايضا له ميزات صديقه للبيئه. نكتشف سويا مشاهدينا بعد قليل هذا الملعب لفريق ريال مدريد في البرنابيو.